لو عندك خشونة والتهابات في الركبة أو خشونة بين الفقرات أو تآكل لأي مفصل، يبقى أنت محظوظ إن الفيديو ده ظهر لك. العلاج بالخلايا الجذعية Stem Cell Therapy. الخلايا الجذعية علاج عالمي يعمل على علاج خشونة وانقطاع الأربطة، كمان بيساعد على ترميم الأنسجة التالفة ويحارب عملية موت الخلايا وتقلل الالتهابات. العلاج بالخلايا الجذعية علاج آمن جدا، مفهوش أي جراحات ولا أي شيء. شوية دم بناخدهم منك، نطلع منهم خلايا معينة نحقنها في الركبة أو في المكان اللي فيه خشونة، بتبدأ تنمو وترجع لطبيعتك إن شاء الله. كان عندي حالات درجة رابعة خشونة ودرجة تالتة وما كانوش بيتحركوا على كرسي، والحمد لله وبفضل الله بدأوا يمشوا مرة أخرى بعد العلاج. بصراحة يعني أنا ارتحت راحة بجد والله العظيم، مش قادرة أقول لك الحمد لله. أحمدك يا رب أني شفيت أحمدك يا رب، وأنت يوفقك ويعليك. الله يحفظك، ربنا بيزكيك عشاننا. الله يحفظك والله. ربنا بيزكيك عشان تشفينا. الشافي والله، الشافي هو الله، الشفاء من الله. ربنا يخليك، وكل جيراني هجيبها لك. أنا طبت جبت له جوزي، الله يحفظك، وهجيب له بنتي، وهجيب له بارتي. أيوه. لما كنت جاية ماشية بالكرسي بص الحمد لله، وقفت على حالي ومشيت برجلي الحمد لله، وان شاء الله لاسه ولاسه يا رب العالمين العافيه، واديه العافيه وغويه ودايره العلاج ودايره الصحه. اي لي احمد ابو النصر، فالله بيحبني اللي جابني لعند هذا الدكتور اللي عنده ذو الاخلاق العاليه. اخبر الدكاتره في المخ والاعصاب اكدوا لي لازم اعمل جراحه، وكنت خلاص فعلا كنت نويت ان انا رايح اعمل جراحه، واتفقت ان انا هعمل جراحه مع دكتور ما وخلصت معاه، والمفروض ان انا كنت بجهز نفسي لمده اسبوع واروح له، لحد ما شاء القدر ورحت للدكتور احمد. وانا فعلا مش داعيه برضه للمره الثانيه والثالثه، انا بقيت انسان طبيعي جدا جدا جدا، مش عندي اي مشكله لا في دراعي ولا في رجلي ولا في رقبتي، والحمد لله بفضل ربنا ثم الدكتور احمد. الحمد لله الحمد لله.